بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة في هذه السلسلة المتعلقة ببيان أسماء الله عز وجل وصفاته. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. استفيد من هذه الآية فوائد: أولاً، أن الله عز وجل بيّن أن أسماءه حسنى. ثانياً، بيان أن أسماء الله عز وجل بلغت الحسنى كله، وأنه لا توجد أسماء كملت في حسنها إلا أسماء الله عز وجل. لاحظوا في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، ولم تأتي الأسماء الحسنى لله، بل قال ولله الأسماء الحسنى. فالتقديم هنا في قوله ولله، ولله الأسماء الحسنى، أفادنا الحصر أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وأنه لا توجد أسماء بلغت الحسنى كلها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من الفوائد: بعد أن بيّن الله أن أسماءه حسنى، دعانا إلى عبادته من خلالها فادعوه بها. تدعو الله عز وجل بأسمائه، فإذا أردت المغفرة فقل يا غفور اغفر لي، إذا أردت الرزق في عموم الرزق يا رزاق ارزقني. تدعو الله عز وجل بالعلم فتقول ذاكرا اسم الله العليم علمني. وعلى هذا فقس في أسماء الله عز وجل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هي دعوة للمؤمنين والمؤمنات أن تقترب قلوبهم إلى معرفة أسماء الله عز وجل، ليكون من ثمرة ذلك أن يدعو الله عز وجل من خلال أسمائه، لأن الدعاء بذاته عبادة. الدعاء هو العبادة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. استشعر أسماء الله ثم ادعو الله عز وجل بها. لاحظ في ختم الآية بموضوع يبين لك حسن أسماء الله، وأن من الأدب في التعامل مع أسماء الله في كونها حسنى ألا تقصر في حقها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا، اتركوا الذين يلحدون يميلون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسماء الله يكون في إنكارها، في نفيها، في تسمية غير الله بها، كما فعل أهل الشرك في تسمية آلهتهم، في تعطيل الأسماء والصفات، بيان التوبيخ وبيان سوء العاقبة لمن ألحد في أسماء الله سيجزون ما كانوا يعملون. من فوائدها هنا بيان حسن العاقبة لمن لم يلحد في أسماء الله عز وجل، أنه لن يكون له المآل الذي حصل لمن ألحد في أسماء الله. وهل المآلات يوم القيامة إلا مآل السوء في النار ومآل الخير في الجنة؟ أعيد الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن تقدمك إلى معرفة أسماء الله تقدم إلى دخول الجنة. أتريد الدليل؟ إليك صحيح البخاري. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها، عدها عددا: الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم. علم معنى هذه الأسماء، عمل بمقتضى
هذه المعاني التي علمها من أسماء الله عز وجل. فعلم أن من أسماء الله العليم يتضمن صفة العلم، وأن الله يعلم كل شيء، وما من غائبة في كل شيء إلا الله يعلمها، لا في السماء ولا في الأرض إلا الله يعلمها، حتى ما في القلوب. يثمر هذا عملاً وخشيةً وإنابةً وإقبالاً على الله عز وجل وعباده. هنا يسير العبد إلى أن يرضى الله عنه. ولذلك فإن ابن القيم رحمه الله قال: من عرف الله بأسمائه وصفاته، الله أكبر، وأفعاله، أحبه لا محالة. سيكون بإذن الله عز وجل في كل شهر حديثاً عن اسم من أسماء الله نأخذ جميعاً معناه ومقتضاه والعمل من خلاله. والله أسأل كما أكرمنا في بيت من بيوته أن نتدارس أسماءه، أن يكرمنا يوم القيامة في مستقر رحمته في الجنة، وأن يجعل حالنا وحال والدينا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.